شوف لي حل شوف لي حل شوف لي حل يا انتي لا تقيم سليمان بحسك. زينب شيخنا زوز عصلك في جنينتك. يا هاي ميمتك قدامك اسألها، هي اللي حابت تعمل لنا شيخ بيس. قل صباح الخير الساحة، قيمناك بالحس؟ صباح الخير يا أمي، وما قمتش بالحس،
قمت بالمادريه زاد معايا الفرشي. يعطيك يا سلومه، قديش تهول الحكايات يا وليدي. كيفاش يا امي الواحد ما تحبوش يهول؟ تصور انت المادريه زاد معايا البيتي وزوز عزل كيدوروا في جنينتي. يزي بركه الحكايه وما فيها، حبيت نبدا المرمه نتاع اسبوعي كان باش نقعد نستناك انت حب لي سني. اش تقصد يا امي؟ بربي اش تقصد؟ مش قلت لك حتى نخلص الكريدي نتاعي ومن بعد نتلهى بالمرمه نتاع سي اسبوعي؟ يا ولدي شبيك؟ ما نقصد حتى شيء، شنو هو الفرق بيني انا وانتي؟ الى خا صورتني راني انا درت في حواليا. اتهنى يا بابا، لقيت مقاول قمقو، هذاك الكليون تاعنا اللي ديما نعملوه في سوم الحلو. عمل لي سوم هايل وقال يدفع بشويه ومن غير كمبيالات. هام الكريديات من غير انتريس ولا روح؟ قل الحمد لله مازالوا عباد يرفقوا بخيانهم المؤمنين. الحصيل ونمشي نحضر لكم الفطور. شفت يا زينب؟ شفت؟ نكون قاعد رايض على روحي، طهت عليا مرمم من فوق. بشوية يا سيد، حل عينيك. مش سيد، أنا اسمي عمار. وأنا اسمي شكون نجدك على عمرك أنت؟ ما نقولش على عمري. شفت يا زينب؟ شفت؟ الكل منكم المشاريع متاعك، ريت الفلوس اش تعمل؟ بربي يزيني، الطاق نتاع اسبوعي مشيت بناه اليوم ولا غدوه. صباح الخير، صار السلعه اللي برا تبعتكم؟ اي، ماي مرمت اسبوعي بدات. يزي، وانت على الحس تقسم الباي. فرحانه بالمرمه. استنى بركه تيجي عليك الغبره نتاع السيمان والطش نتاع الليقه، وسي اسبوعي يبدا طالع هابط عليك. وقتها زغرت مليح. أخي والله يا أخي السيمان عند الحق، ما الحنانة يسمك تزيديني في الشهرية. تعي وانتي تقبض. ترى يا عروسة أبعد لي شوية. واش ضاق عليك بالربي ملقيت من تتعدى؟ أنا الحشيش شق منه. في عيني والله يتحرس فيك سيدي وتدقدق. ملا الحاسيل وعدك ما تبدا تفطر كان ما يجي راجلك. سيد معاك عزوزتي. شنو عزوزتي ما تهبط لكش لما نجي انا؟ ارتاح سي سيد. متحيره على نانا. شبيه مازلت في حالها؟ ملي روحت من عند لافوكا وهي مسكره على روحها باب بيتها لا تاكل لا تشرب. صحيح عملت قليب مش عملت رجيب صحيح. اضحك بابا اضحك، المراه قريب تخسر رزقها من جراير واحد قلاب وانتي مكشوني. يعني ايه حبت الروحه؟ تعرف ايش قال سيدي خويا؟ قال تستاهل، مش حطيها ما عملتش افوكادو وثبت لها في الاوراق. العدول اللي كتبوا لها الكونتراتو ما ثبتوش في التواكيل كيفاش مدلسه. باهي يزي بركه، اللوم بعد القضاء بدعة. حتى امي قال الفلوس هذوك من كل من الحرام. اي على بدلت على خلق ربي وكذبت عليهم ودخلت حتى في علم الغيب وحطت ياك هاو عاد. البقره كتيح تكسر سكاكينها. اي واختك زينب اش قالت هي زيده؟ اختي زينب قالت يا لطيف غصتها انت كيفاش ماكش باش تورث البلاص؟ تبدا قاعده كي وتتنهد وبعد تكون تضحك. هشكون يحب نزيد القهوه؟ أنا حط لي فنجان من غير سكر. أنا زيدة نحب قهوة كحلة كي بابا. واه باش تولي تشرب القهوة الكحلة أنت زيدة؟ كي جات القهوة خايبة لو سليم سلام ما غناش عليها. ليه قل لي شكون هذا سليم سلامي؟ ما تقوليش نتاع القطوس نتاع المرة الأخرى. أي ماما هذاك هو، هذا سلام أخ
معناها مغني وميامي يغني في الشعر متاع توا بالموسيقى ولا بلاش موسيقى؟ تري تري بيها هيا سمعنا كيفاش يغني من غير موسيقى. هاو مثلا غنيته على القهوة كان تسمعها إلى ما يتبدل عندك معنى الدنيا. بالله غني هنا خلي يتبدل عندنا معنى الدنيا. والله وميامي مش حفظتها أما عندي راهي مكتوبة في ورقة. لحظة هيا بابوني ترى ترى خلنا نقرا لكم شوية فن أصيل متاع القرن 21. قال لك يا سيدي القهوة كي الدنيا كي توفى ما تقعد كان التنوى الأيام كي البن ما تزهى كان بالفن لونها كحلة كي الغنج مطعمها مر كي البنج. ولا شهل غديت يا بنيتي هكا هاو عاد اللي خليته نافع بطيخ يكملوه الناس سليمان سلام. بون في مقلب نورش كلامك مع اللي ما يفهمكش ينقص من السلام. امي بون خليني نمشي نحضر الكماندات البنات عندهم جاي تحضر في الكماندات وانا نمشي نتفقد الخدامه. تتفقد الخدامه حقا باباتش. وي بابا مختار يسلم عليك. بوك مختار شكون بوك مختار؟ بابا مختار بو لبيب. لبيب شكون لبيب؟ وي 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 لبيب نتاعك. لبيب نسيبك نسبو العفرت. ها اش قلت بابا؟ لا لا قلت لك يسلمك ويسلمو. يحب يستدعاكم الكل لدار الخليعه نتاعو زاده. اي بي اش قلت بابا؟ والله شوف تو نتفقد امور بيرو الخليعه نتاعي ونقول لك. القهوه كت القهوه كت ترو نزيدوها شويه موسيقى. بابا 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 بون 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 القهوة كي الدنيا بان كي توفى ما تقعد كانت تنوى لان لان ليام كي البن ما تزهى كان بالفن بان بان. شكون؟ انا نجم ندخل؟ استنى شوي. ادخل. نانا لباس ما منين؟ لباس منين؟ راسي تعرى ومكتوبي تهرى. بيه الاخرى كل لقمه راك ما كليت شي من البارح. منين باش تجيني انا شهيت الماكله منين؟ هكا نانا مستانسه تقول لي على الماكله انت؟ اما خذ بخاطري. ماني قلت لك ما نحبش وما ناخذ بخاطر حتى حد وفك عليا. بيه ما عينكش ما عينكش على كيفك. هاو باش نخليه بحذاك فمش ما ترجع لك شهيت الماكله. نانا نانا خنهزو لا يفسد. داد أول مرة رجعتي للخليج مش مجهمة عليه، تعرف علاش؟ أوه ربي ما تفكرنيش. شبيك؟ مش تفهمنا قلت لي داكوردو؟ ليه
ما نحكيش علينا، نخمم في يا خويا بلدير يا خويا كل شيء بالبركه، صلي على النبي ملا كعبه. شنو عجبتكم؟ كانت فواكه تلعب كيف ما تعجبوش، ملا وهره من برا وملا وهره من الداخل. حتى هي فول اوبشن. حش مدخل الفول بالحكايه؟ معناها فيها لي زوبسيون الكل. شنو؟ في اللوتوروت نتاعهم نوصلها فوق ال 200. يا وليد اختي يا وليد اختي، الكونتور نتاع الفيتاس مقيد فيه 180. يا خالي احنا نقيدوا بالكيلومتر السرعه نتاعنا وهم بالمايل. وسيم تو بالمايل تجري قد بالكيلومتر؟ وسيم منو هكا ما عادش نحبك تجري لا بالمايل لا بالكيلومتر. حق الكرمه نتاع خويا سليمان فيها 170 في الكونتور. اي بالمايل؟ ليه بالسنتيمتر في الساعه. جتني فكرة، تحبوش يتعاملوا ضحكة على الصباح؟ وسيم هات فتح الكرهبة. علاش؟ يا ودي هات مفتح الكرهبة، نحب نوريها لواحد صاحبي. أما تمشيش تبيعها من غادي لغادي. يا وليد أختي راني خالك. جوستومون. هيا قدام يمشي يمشي. ما بيناتنا كان يلقى فيها بيعة خير. علاش دد؟ كرهبة جديدة مازلت فرحان بها. يا اخي ما تعرفش اللي كات فواكات يلوثوا لهوي وزيد ياكلوا برشا مزوطه. في حكايه التلويث عندك الحق، الما مزوطه لا. تعرف علاش؟ على خاطر عرفي غادي في الخليج مولا الحصن عنده هكا شويه ابيار نتاع بترول، في النهار عندي الحق في البلان بلاش. يبر عاد كيما تفهمنا. كفت البطوله. صي كفنت. ياسر مالا حاضرين. حاضرين. صحيح هاو جاي. صحة عليك يا باجي، صحة لخويا. صباح الخير. صباح الخير. مبروك يا باجي. عايشكم يا ولاد عايشكم، العشية نعمل بكم دورة ونخلص عليكم المبروك. بشبوش علاش مش توا عمر؟ شنو هي هزازة اللي عاملها في فم البلاص يا الباجي؟ يا أخي عندك شكون نجح من العائلة؟ لا يا سي سليمان، وسيم والدختي جاب كهربا آخر موديل في الكات كات. كات بشي كات فوا كات. يا اخي ما ريتشك العروسه اللي واقفه قدام البلاص؟ اوي شفتها العروسه اما مقاريه فوق الماده. والكات فوا كات علاش مشعوله؟ ما باش تقف وين يجي؟ فوق الماده في وسط بطحه. سيدي خويا باش هو كرم تعرف الدخلاني تاعها كل جلد كوير والكرسي في الصيف يبرد وفي الشتاء يسخن وفيها جو تي بي اس. شنو؟ لا يا اسبوعي اسمه جي بي اس. تري تري بيان، ان شاء الله مبروك على مولاها. عايشك خويا سليمان، ان شاء الله كيما راهو عندك وتبدل كريهبتك. لا 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 بارك الله فيك، اللي عندي تكفيني كريهبتي جديدة ومزيانة. هي ما سيدي خويا ماهيش كات فوا كات. كات فوا كات، سانك فوا سانك، تبداش هي دو فوا دو، ما يتوصل، هذيك هي الفايدة. حتى الطرطارة اللي كانت عندي كانت توصل، أما ملي سقت كرهبتي جديدة، الحق فرق كبير. كرهبتك جديدة؟ إي وأنا إيش نحكي لك؟ وسيم هداها لي وباش يخلص لي ديوانتها الزادة. وفاش قام بابا؟ شنو فاش قام سيدي خويا؟ تيخانوا راهو. وما تنساش زادة اللي باجي عاونه باش يرجع مع هايلاند. اسمعوا جاه ربي قطعوني هالصباح، توا فما واحد بعقله يهدي كهربا كيف هذه الخالو. يا سيدي كي انت ماكش مصدق، ايش انا عم بقدوره؟ لا 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 بارك الله فيك ماهوش توا. على كل حال مبروك الكهربا ومبروك مصروفها زادة. سيدي خويا امان خلينا نمشيو نعملوا دوره، الاخر واحد يركب في كربه وعليه الكلام. لا لا بارك الله فيك امشي وحدك. باجي ما لا تعرف كيفاه، هزني انا واسبوع يعمل بينا دوره. يا سيدي حاضر على راسي وعيني وعلى فازة باش نعطيك لك انت تسوقها. وعلاش ما تكملش تكريها له ويليفري بها الحلو؟ واش خص؟ واش خص يا خويا سليمان واش خص؟ بالبشبوش هيا عندنا مشو ندشتوا الكرمة. وما تنساش تعطيني تسوق. تسوق جدت عليك الحكاية؟ كرهبتي ما نسلفها لحد تحت. كرهبتو صباح الخير دكتور.
صباح الخير. صباح الخير دكتور، شنو حوالك؟ لاباس يا وسيم، يعيشك. دكتور حاجتي بيك في حاجة. حاجة تخص الخدمة؟ اي لا بلوتو تخصني انا وسيم. تري تري بيان. تعرف انت حقهم يسميوك وسيم الطائي. بارك الله فيك دكتور على هذه الشهادة القيمة. على خاطر حاتم الطائي كان ديما يذبح حصان لكل حد يزوره، وانت ماشي تعطي فوق العشرين زايلة ضربة واحدة، انت حر. هاي هاني في بيرويا. شنو حكيت لحصنة هذه؟ والله ما نعرف انا، الزوالي نعرفهم خليتهم في الخليج. بيه استنيني حتى نحكي معاه. بيه برا برا عرفت وش يقصد الدكتور. أما كيفاش عرف حكاية العشرين حصان اللي هداهم الأمير العرفي؟ بابا نالندا مش علينا في حكايتي، قل لي أنت مش عندك ما تحكي لي. اقعد اقعد. بيه دكتور باش ندخل طول في صلب الموضوع. انت تعرف اللي وسيم وانا زيدا نحب نعرسوا في اقرب وقت؟ دلندا تحبوا تاخذوا رايي وننصحكم؟ حضروا روحكم في عقلكم. جوستومون دكتور احنا الزوز حاضرين، والمشكله اللي كانت معطلتنا لقينا لها حل. يا بيه هذاك علاش دكتور قررنا باش نعرسوا الجمعه الجايه ونمشي معاها انا وامي للخليج حتى يوفى كونتراتوه ونروحوا. مش هكا احسن دكتور؟ دكتور لباسة؟ ماشي مع وسيم بعد جمعة. وانا صدقني دكتور هذاك هو الحل الوحيد. يا اخي انت ما تحبنيش نعرس ونتهنى؟ وي وي بيان سور. ما لازمني نمشي مع واسي. باهي يلا برا. ربي يهنيك ووشك خير. يعيشك دكتور. ميرسي على ثقتك فيا ووقفتك معايا زيد. وانتي ميرسي على هالسنين كل اللي عاونتني فيهم. تعرف دكتور كان دور العالم الكل ما نلقاش عارف كيفك. حتى انا زاد كان دور العالم الكل ما نلقاش سكرتير كيفك. دكتور يزمني نمشي وسيم يستنى فيا. دولندا. وي دكتور. كان ما عندناش رونديفوات تنجم تروح. باقي عاملين فيك الاوراق؟ هما الاوراق بركه والمحامي متاعي والقضيه دي حتى العدول والشهود بتاع البيعات. يعيش راسك. واه يا نانا ما تقوليش باش ترسينا في الشارع. كان خسرت القضيه
هذاك اللي باش يصير. وعلى السعدي ما لبش. الو امي فضيله، لاباسه؟ العشيه؟ بيبي هيا ان شاء الله مبروك علينا الناس الكل، يعيشك نانا. دبرنيها يا نانا، مستدعين للنصر. اليوم امي فضيله عملت لنا كسكسي بالحوت. انا مناسبه اليوم تبدا المرمه متاعي انا واسبوعي. مش تبنيه فوق دار سليمان؟ ملاوين. اي عاد نانا حضر روحك ومضي سنيك للكسكسي والولد البحر. ما عيني لا بكساكس ولا ببحورات. حقا نانا، ان شاء الله بركه ما يخرجوناش من البلاص قبل ما تكمل دويرتنا. باهي بركه، انتم هاكم دبرتوها لله، اما انا اللي باش تضربني الحيوط. بربي يزي يا نانا، اللي يسمعك يقول مسكينة ما تكسب حتى شيء. نسيت السيني اللي ورثتها على عائلتك والدار العربي اللي مهملة في المدينة، هذا خلف الشيء اللي قاعد يخمر في البنك. بابا 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 با. ما زعما كي تبدأ تحسب لي. الله غالب، ما دام ما عندي ما نحسب بروحي، الاخرى نحسب لغيري. سيدي خويا لاباس؟ لاباس لاباس. اش بيك سيدي خويا؟ ما قلت لك لاباس. شنو نحكي لك؟ انت اش بيك يا راجل؟ اوف، اش تحب عندي توا؟ تحب تاخذ تصويرتي؟ تصويرتك عندي وعمري ما نعيدها ما نسلوش. باهي سيدي، قول لي اش تحب؟ حبيت نقول لك نمشي نروح بكري لعشية، خاطر عندي خدمة بدنا ندوك. يا سيدي برا امشي اخدم على روحك، ربي عينك يا اخي. مستانس تشاورني؟ ايه اما البير وفارغ يا اخي. ددويني ددو، سيبتها بكري عندها قضيات هي وخطيبها. تلقاها قريب يروح هذاك. هو ودلندا. دلندا شبيه دلندا باش تعرس هي وسيم وبش يهز الخليج. خليج؟ انا خليج. خليج قابس. خايب زاد، خاطر انا وعندي زاد سي وسيم باش يدبرها لي غاديك ويهزني معاه للخليج. شنو شبيك السيد هذا؟ شو اللي يحب عندي؟ علاش قاعد يفرغ في الدنيا هكا قدامي؟ شو يحب عندي؟ ايش عندي عملت له؟ ايش عندي عملت له؟ واش حبيتك سيدي خويا؟ يسمعني يجيني يسمعني وصلني للطبيب. كيفاش باش نوصلك اذا سكر عليك الباب؟ يا ولدي نخرجوا من بعد سكر الباب. لا طبيب، خذ لي تاكسي ومن بعد نقول لك. وين تاكسي يا سيدي خويا؟ تقول فوشيك يوصلك بكرامتك؟ لا فوشيك لا، فوشيك لا، تو يفوحها ويفزعها حتى الباشي ما تقولوش. ما نحبش تركب في كرامته الجديده. سيدي انا كرامته ينجم يعمل كرامه كاكا؟ هذيك كرامه وسيم وراجع بها للخليج. بالحق اسبوعي. اي مال هو دلندا، هو دلندا. وعليا واو قوم قوم ماسك الطبيب، قوم وعليا انت تشي فيا.
مخي بقول كبر. يا ودي يزيد شي توا. يزيد شي بالطلوبيق نتاعك قال له كبر. سليمان شنو سيدي خويا يا اخي الدكتور صاحبك ما عندوش كاتب ولا كاتبه كيما الدلندة؟ لا طبيب صاحبي هذا يمن بنظرية التواصل المباشر بين المريض وطبيبه. هاي برا يقف برا يقف قدام الباب ودق بشوية كان ما خرجلكش راهو عنده حد معه. قول لي خديش بك ما خديش معه رديبو. الطبيب هذا يمن بنظرية العلاج الحيني. شنين الحيني؟ شنو هو؟ شنية الحيني؟ معناتها المريض نفسانيا وقت اللي يتأزم برشا يلزم يجي وقتها ما يقعدش يستنى في رونديفو وهكاك التشخيص الحالة يبدأ أسهل. تعرف سيدي خويا تبارك الله عليك في خدمتك الدماغ. بابا مالا شكون تسخيلني؟ ما خسارة المرضى تاعك قربعوك. أيا فين شي توا فين شي من تشقشيق تشقشيق العناق تاعك؟ ورد بالك رد بالك أنا راني ما جيتش نعدي هنا جيت باش نستشيروا في حوايجك. إي باهي عاد صباح إيش فيك صنت؟ اسمع رد بالك دق بشوية. سما يا أمي تو هذا تسميه دقانة؟ نزيد أقوى هي بالطبيعة. والله يا أسبوعي كما جيتش مريض لما نقوم يا ودي حتى الباب ما يسمعكش هكا. يهلكك مش تهد باب الراجل. هيا فمك يا روحك عاد مرة دق بشوية مرة دق بالقوي. تعرف انت تدخل تعدي عند بسي وانا تطور نمشي الباب بتاع وزين نطلع عشان ترش زاد في بالي بروحي. زيد الظومر زيد الظومر صح عليك جيت مريض صح عليك. يا ما تكبر ايش حتى كان جاي هوني هو 100% هوني وبعدها شكون؟ زعما يا ودي اش تعمل؟ بس شوف لقاش بعدها شكون؟ نثبت الجو يا ودي تنجم تسمع هكا؟ يدي ببي روك انكم بتوني ونسمع كل شيء وشعري قاعد في وسطكم. ابو صار كنت تجص عليا؟ صح عليك صح عليك جيت مريض يا ولدي اسكت خل اسمع. تفضل. شكون سيادتك؟ اسبوع جاي باش تعدي عندي؟ مش انا شكون؟ دكتور الابيض. دكتور الاسود. صافي نطلقكم ماما. سامحني اخذتني عيني. الفينومان هذا معاك؟ الفينومان هذاك ايه معايا ونص هذاك الكرسي متاعي. تعرفت عليه وقت اللي كان يكونسلتي عندك؟ كان يكونسلتي عندي ومازال. دكتور الأسود تنجمش من فضلك تخصص لي ربع ساعة؟ كلام هذا مرحبا بك في كل وقت احنا زملاء. هاي تفضل. وين ماشي وين؟ وين؟ اسمع حبك تقعد غادي وما تتحركش من بلاستك. شو ما عندك ما تحركش سامبا انا؟ اي سامبا انت. صح عليه سليمان ما يطيح كان على حلات الممو. زيد برا يعرف كيف كان برا دي. شنو دكتور باقي شعارك المينيماليزم؟ اساس العلاج متاعي هو المحيط المجرد ما يلزم حتى حاجه تشوش على مخ المريض. وي لكن انا ما نخبيش عليك باقي شادت في المنظومه متاع فرويد. ما لا جيتني باش نعاودوا الجدل القديم اللي بيناتنا. لا 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 باديتو. Thank you.
سي دو كي؟ هاي تفضل. دكتور ما نخبيش عليك، نحس اللي عندي شويه تعب نفساني. فهمتك، معناتها تحب تعمل كونسلتاسيون. وي ماك تعرف في خدمتنا كل طبيب هو بيدو يلزم يتفقد روحه، وانا عندي اكثر من 5 سنين ما عديتش. مرحبا، فما حتى مشكل؟ عاد قلت لك يا استاذ سامحني دقيقه، يلزمني نحط المسجله. هلا سامارش، اي تفضل نسمع فيك. عاد قلت لا مش لازم تطبس راسك، انساها المسجله وتكلم نورمال. باهي. عاد قلت لك دكتور حس عندي برشا تعب نفساني وقلق، مانيش فاهم منين. ما عندكش ارهاق بدني؟ لا لا. معناتها ماهوش سيرمناج. كنت من الاول هكا نظن، من بعد قلت بكم مانيش نعم في 12 ساعه خدمه باش نتعب. هاي الياسر ترى حاول تفكر، صارت لك شي مشكله كبيره من هالايامات؟ بوف ما فماش بوف، ما تعرف بعض ساعات تصير حاجات صغيره وبعد تتراكم تولي مشكله كبيره. شريت كهرباء. هاي مبروك. كاش ولا بالكريدي؟ لا لا كاش. خلصتها مرتي زينب وزادت امي عاونتني. ربي يفضل لك المدام وميمتك زاده. يظهر فيك مازلت ما قطعتش الكوردون بليكال. ما عليناش، هو في غالب الاحيان راهو الكهرباء ما توصلش لحاله احباط، حاول شوف حاجه اخرى. ويه عزوزتي، هلا يا سيف النصر، كنت وين خد جوعت؟ اسمع عزوزتي، كان خرج سيدي خويا من عند الطبيب لاباس، في مريض في حاله وربي يستر. على كل حال كان خرج من عند الطبيب كلهم امي طونجي وزوز نفطروا في النصر، وكان هكا وانا هكا طونجي وحدي نفطر بحذاكم. يا باي باي يا عزوزتي. بون، الحكاية اللي صاروا لك هذه الكل عادية، تنجم تقول تابعة الحياة العادية. حتى مشيان دلندا زادة؟ مشيان دلندا مقلقك لأنك تحب ياسر الاستقرار، حتى عرس بنتك ما تحبش تعرس باش ما يتبدل شيء. مال هالقلق منين جايني؟ لازمك تزيد تشوف فماشي حاجة ولا حد عنده تأثير سلبي على نفسيتك. لا لا، أنا علاقتي طيبة وباهية مع عائلتي، مع جيراني، مع أحبابي، حتى الطلبة في الجامعة ديما يشكروا فيا. ترى زيد ركز شوية، مثلا مثلا بار إكزامبل. أمك أمك شبيها أمي؟ تحب تكلمك في التليفون؟ شيش قلت لها اللي أنا عند الطبيب؟ شبيها أنا صغير باش نقول لها؟ شنو توا رانا في كونسلتاسيون؟ لا لا نعرف، اما هم وجدة صحيح باش تكلموا. اسمع كان عاودت نشدتك، قول لها اللي انا خرجت وانت ما تعرفش عليا فين. ما تفتش عليها. اي سامحني، استنى البرا عايشك. لقيتش سبب العله؟ شعيره برك لقيتها، لو كان ما جاش اسبوعي وضيع لي التركيز بتاعي. تلي يا امي تلي هذيك عزوزتي تنزل تنفض يا بنتي، خرجت من عند الطبيب ولابس عليه كيفاش؟ ما نجمش نحلف براسك. شو بابي يقول لك ما تقولش لي، انا قلت لك ذكرت امي. ولو كان نجربوا الهيبنوز فماشي ما نشخصوا اللي قاعد ياثر على النفسيه نتاعك لهالدرجه؟
ليبنوز. تري تري بيان اللي تراه دكتور. هاي تفضل. قل لي دكتور الأسود، يا أخي ما زلت تسجل في الكونسلتاسيون؟ هذيك تخطف من بعيد وتسجل حتى الكات جيجا. أوه يا تبارك الله يا تبارك الله. هاي تفضل. باهي. ركز معايا مليح، ارخف روحك وتتبع المقالة بعينيك، نفس مليح وما تخمم في حتى شيء، تبع المقالة. اختي زينب اختي زينب. يا ولدي مش قلت لك ما عادش تدخل لنا في وسط الكونسلتاسيون؟ هذاك اش قلت لها؟ ما هي زادت ساعتها بتكلم. اخرج عليا من هوني انت والتليفون متاعك، من فضلك ما عادش تحط ساخيك في البيرو. الكرسي متاعك يظهر فيه هو المريض. ايه يا دكتور الاسود، هذا حد شيء؟ هذا ما عندك مريض. لو كان عندك الزهر وتخلط على عمله من الطراز الرفيع يطردوا. نطردوا؟ ما نجمش نطردوا. علاش دي ما نجمش وكا من نعاودوا؟ اي ركز معايا مليح وتبع المقالة. اختي زينب بديتي تصيح مش تكلموا ونقعد لك في البخس. انا قلت لي نعرفه. باه باه لالا باه. توك يخرج نقول له يكلمك. اختي زينب ما ننساش تقول لامي تخلي لي فطوري. استنى استنى وسنة سنة كان ما خدتش بزايد البر تقول لي خلي نجيب في يديا وال الو الو علقت. سامحني دكتور سامحني، فقدت التركيز نتاعي كل. باهي مش لازم منه هالليبنوز، البروتوكول بتاع العلاج نتاعي كله طاح في الماء. اي تفضل. ايه والحل دكتور؟ حل لازمنا كونسلتاسيون اخرى، اما وحدنا راس راس من غير ما يدخلك الكرسي بتاعك. سامحوني المره دايره وحاجه جديده. فوجيك قال لك وينهم الاوراق؟ اوراق اما اوراق. فوجيك قال لك اما اوراق. اي عرفت دقيقه. فوجيك ما تعلقش، قال لك الاوراق تاع الكونستاب تاع الاكسيدونيت. هو واقف بالك ستوب على روحه وطلعش دخل فيه تاكسي. هو جواب صحيح دكتور. اي وقتاش ترجع لي دكتور الاسود؟ الحاله متاعي انا ما فيهاش دواء، وتعرفش علاش؟ لا على خاطر مقيده معايا في الدفتر العائلي. هم جاوا هم جاوا. شديت للطبيب يا بابا. تبا ما مشيت للطبيب صاحبي باش نستشيره في حاجه. اكاو الكل من سي سبوعي قال لنا اللي انت مشيت تعدي عنده. انت يا اخي ما تعرفوش سبوعي كيفاش يهوى الامور. نعرفوه خويا سليمان والله، حتى انا ذاك اش قلت له. انت يا كي طلعت لاباس هذيك الفايده. بسم الله على ولدي يا بابا، الكل نتفجعنا عليك. يعيشك يا امي يعيشك. الكل من ولدك هذا. طيح لنا الماء في ركايبنا. لطف عليك بابوني. بالحق تفجعتوا عليا؟ ملا ليه؟ يا اخي احنا قداش عنا من سلومه؟ قول جيب ربي عنا اسبوعي واحد. كي هو واحد واحلين فيه. صلي على النبي خدي جنات. امي حط لنا القصتي بالحوت. بالدندوك يا بابا. واش بيه؟
اش عندكم فيه؟ طونا نحط الفطور ويجي يجي. تري تري بيان. عطونا نمشي نشوفوا انا. امي ما تقلقش روحك، ما تقلقوش رواحكم، عطونا نحكي معاها انا وحدي. اسبوعي بتي فرير. شبي خويا؟ شيء. بون. لا سخيبت واحد منهم نبزك. أسبوعي خويا حبيت نشكرك ونستكثر خيرك اللي هزيتني للطبيب وتلهيت بيا. لا شكر على واجب، احنا محسوب اخوات. احنا اخوات ونص. سيدي خويا باهي أسبوعي هيا قوموا نفطروا. بربت روحك. وانت؟ انا ذولي مش ثابت البلاد يا اخو، بيزا من الشارع. تخلي ماكلت امك العزيزه والغاليه وتمشي تاكل البرة؟ بنعمل كسكسي بالدندوك. يلا اش تخير عليه؟ كسكسي بالدندوك واحنا اللي كنا ملمومين مع بعضنا. بس يا اخوي يعطيك قلبك تاكل لحم الدندوك. هذوك محسوب اخواتي الزوانة شوهوبة. اسبوعي توا زدت شهيتني في الفطور. سيدي خويا استناوني عم تتناوش هذي جيد. سيدي خويا يبارك بك الحكاية. ها سيدي خويا، سيدي خويا سليمان. علاه سي شبابك؟ علاه علاه تحب تكمل طرشني ضربة واحدة؟ مانيش بالعاني سيدي خويا سامحني، تتعرف هذيا السمع الجديدة ما نعرفش كيفاش تخدم. سيبوني سي هات لهنا، ما نحبش كوني مسدي دبسي، خلي غادي. لازم عايزة هون يجي ماشي يجي هون. خلصت فاتورة الشمس؟ شمس يا خويا شمس يا ولدي يا ولدي، فاتورة الطاقة الشمسية. ها صحيح هذيك خلصتها من في دينار. في حق يا خويا في بالك اللي كارو كيلو شمس باش يغلى؟ ياسر 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 ياسر، الطاقة الشمسية هذه شعلت فيها النار. كارنا اللوجو على طاقة أخرى أرخص. ولا تقول أنت نرجعوا للستيك. يراه في راسك إن شاء الله. أوي استعملة. مش لازم. تعرف أنا أخمم باش ندخل الطاقة النووية. نووية حتى يرضيوا لك الجيران. شنو؟ يسالوا في يومي إيش نعمل الجيران؟ يا عندهم العق خايفين قالك فيهم الشعايط خايبة. هذاك بغض حظ. ماذا حتى انا خايف من الاشعاعات. اذا سيادتك خايف من الاشعاعات نجم تنقل جميع من الدار. نقل؟ ايه صحيتك سي سليمان، علاه ما تنقلش انت ولا خاطر امي مشوني؟ شنو شنو واش مدخل امي في الحكايه؟ هاك تحب تسسسني ولا شنو بالاشعاع نتاعك؟ شو وصاتك امي عليا؟ نسيت وصاتك امي عليا. نسيت امي الحنين اولي لما لما شنو؟ لما شنو؟ يا حلف فما قول لما شنو؟ توا توا تقول لي لما شنو؟ قول لي توا لما شنو؟ اي قول لي لما شنو؟ توا تقول لي لما شنو؟ سليمان أخت أخوك. شوفي حل.
شوف 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 ش